السيسي وهو بيفتتح محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية حصلت كارثة كبيرة. أكيد مش قصدنا على أي بوسبول بتاعت كامل الوزير، إنما على القصة اللي كشفها السيسي لما اعترف على الهوى إنه أمر باعتقال مواطن مصري عشان يجبره إنه يسلم أرضه للحكومة عافية كده. يا ترى إيه قصة الأرض دي؟ ومين المواطن ده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بالمختصر. سنة 2020 الحكومة بدأت تنفذ مشروع ميناء الماكس الجديد أو الميناء الأوسط في اسكندرية، وكعادة مشاريع السيسي اللي بتتعارض دايماً مع مصالح المواطنين، المشروع قابلته كام عقبة كده، زي قصر الثقافة ونقطة الإسعاف بالإضافة لعمارة سكنية ومدرسة خاصة مقامين على مساحة 4400 متر. العقبة الأبرز هنا ما كانتش قصر الثقافة ولا الإسعاف، لأن دول عادي هيتهدوا حتى لو كانوا مهمين أو تراث، لكن المشكلة الأكبر كانت العقار والمدرسة واللي هما ملك المواطن يوسف حرب. الأستاذ يوسف بقى كان متعاون جدا وقرر يتنازل عن 500 متر من أرض المدرسة لصالح الدولة عشان يتعمل عليه كوبري ضمن الميناء الجديد. السيسي معجبهوش الوضع ده، يعني إيه مواطن يتنازل للدولة؟ فقرر إنه يستولي على الأرض كلها وما عملش أي اعتبار لسكان العقار ولا حتى لطلاب المدرسة. في البداية السيسي ادعى إن المواطن أخذ الأرض دي من الدولة حق انتفاع، واتهموا انه توقف عن الدفع من سنة 2009، وده رغم تقديم يوسف حرب الاوراق اللي تثبت ملكيته للارض، وقدم كمان تراخيص البناء اللي حصلت على كل الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية في عهد السيسي نفسه. السيسي طبعا كراجل عسكري متعود على تنفيذ الاوامر وبيتعامل مع البلد كلها على انها كتيبة او وحدة عسكرية، اصدر امر بحبس المواطن 6 شهور لحد ما اجبره يتنازل عن ملكية الارض. وبالفعل الحكومة استولت عليها وحدت المدرسة وسرحت طلاب. مش بس كده، ده السيسي إمعانا في قهره غير اسم العمارة وسماها تحيا مصر. صاحب العقار واللي مهاجر برا مصر دلوقتي رد على كلام السيسي وكذبه، وأكد إنه العقار والمدرسة ما كانوش واقعين أصلا في طريق المينا قبل ما يحذف كلامه لأسباب مصر كلها تعلمها. الحقيقة إنه الطريقة اللي اتعامل بيها السيسي مع يوسف حرب مش جديدة، ونزع ملكية المواطنين لصالح مشاريع سيادته شغالة من أول ما وصل للحكم. لكن الغريب في الواقعة الأخيرة دي هو تغيير اسم العقار لتحيا مصر، واللي المفروض كانت تبقى يحيى السيسي.